السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم على بركة الله غادي نقدم لكم طريقة تحضير بيض اسكتلندي. طريقة جد سهلة. هاد الوصفة هذه عبارة عن لحم مفروم أو كفتة محشي بالبيض المسلوق، وهاد الوصفة زوينة بزاف في العشاء وزوينة في الخرجات ووجبة صيفية. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو ملح، هريسة أو فلفل حار مطحون، ثوم بودرة أو لا ثوم يعني مجفف، بصلة صغيرة مفرومة بدون ماء، تقريبا 3 ملاعق من البصل مفروم. غادي نحتاجو كذلك خليط من توابل اللحمة المفرومة والكزبرة والبقدونس. هادو التوابل إضافة للبصل. غادي نحتاجو 500 غرام من اللحمة المفرومة. غادي نحتاجو كذلك بيض مسلوق ومقشر، حوالي يعني 5 حبات من البيض كما كيبان لكم. هنا مازال ما قشرتش البيض وانما بيض مسلوق. غادي نحتاجو زوج ديال الملاعق من السميد الرقيق او شابلور، يعني على حسب الموجود عندكم او على حسب الذوق ديالكم. كناخدو الاناء كنوضعو فيه اللحمة المفرومة، كنوضعو ليه التوابل كلها اللي ذكرنا من قبل. كنضيفو البصل بعد ما نحيدو منه او نزولو منه الماء ديالو. قلت لكم هنا حوالي 3 الملاعق من البصل، هنا بصل مفروم او لما بشوف في واحد المبشرة اللي هي غليظة بعض الشيء. كنخلطو هاد المكونات كلها مزيان، ممكن تخلطوا بيديكم او بواسطه فرشاه، يعني الاختيار كيبقى لكم. بعد ما نخلطوا المكونات كلها عاد كنضيفوا هنا زوج الملاعق من السميد الرقيق. كنقوم بخلط المكونات مره ثانيه حتى كيتداخل السميد مزيان وما كيبقاش يعني كيبان. هنا خلطت بيدي باش نتاكد بان المكونات كلها متداخله وما كاين حتى يعني حاجه باينه. كنتركوا هذا الخليط كيرتاح لمده ديال 20 حتى النص ساعه، من 20 حتى 25 30 دقيقه بالكثير، يعني في الثلاجة. بعد ما كتفوت الفتره ديال الراحه ديال الكفته او اللحمه المفرومه، كنقولوا قشرنا البيض. كناخدو كفتة كنبسطوها، هنا ممكن تبسطو كمية كبيرة عاد تلفو البيض. هنا غير باش نبين لكم يعني الطريقة اللي أنا اللي استعملت. كنغلفو البيض كليا بالكفتة وكنضغطو على الكفتة باش يعني تكون كلها يعني رطبة وتكون ناعمة في المملس ديالها. بهذا الطريقة هذه كنوضعوه في صحن وكندوزو كنصيبو ثانية بنفس الطريقة. كنمشو بنفس الطريقة حتى كنكملو البيض اللي عندنا والكفتة اللي عندنا. هنا بغيتو انكم تعملو يعني السمك ديال الكفتة رقيق او لا غليظ، هذا كيرجع لكم. وكل ما كان السمك يعني شوية سميك غليظ كل ما كانت احسن وافضل. كنحضرو واحد الاناء كنعملو فيه الدقيق، إنا كنعملو فيه بالنسبة لنصف كيلو بيضة واحدة مخفوقة مع الملح والفلفل الأسود، وإنا فيه شابلور
يعني بالتوابل ديالو العادية، يعني فيه شوية ملح، فلفل أسود، فيه كذلك زعتر، يعني منسمات. طريقة ديال التحضير، كناخدو بيضة اللي مغلفة باللحمة المفرومة، كنوضعوها في الدقيق، بعدها كنوضعوها في البيض المخفوق، يعني كندوروها بشويه يعني بالراحه لحد ما تغلف كليا بالبيض. من بعد كندوزوها في شابلر او لا دقيق الفتات ديال الخبز، عفوا. ممكن انكم اللي ما عندوش شابلور ممكن يستعمل السميد الرقيق. كندوروها مزيان، من بعد كنضغطوا عليها باليد باش انها تكون متماسكه مزيان، وكنوضعوها على جنب لحد ما نخلصوا الكميه كامل اللي عندنا. هنا كتلاحظوا بان الشابلور راه متماسك مزيان لان كندوزو بين اليد يعني في الراحه ديال اليد. كنقومو بتسخين زيت، مقلاة فيها زيت، لحد ما تسخن الزيت كنوطو النار تكون نار مهيلة. دائما الزيت ملي كتسخن كنوطو النار باش ما تحرقش لينا ويكون الطياب ديالها مزيان. كنوضعو البيض المغلف في الزيت، وكل ما كان الإناء غارق يعني الحافة ديالو عالية كل ما كان أحسن. عندي أنا مقلاة يعني تيفال عادية. كنقوم بقلي البيض المغلف لحد ما يتحمر من جميع الجوانب. كنبداو كنقلبوه حتى كيتحمر وكياخد اللون الذهبي. بعد ما كيتحمر البيض المغلف وكما قلت لكم يعني يتحمر من جميع الجوانب، يعني كنبداو نقلبوه من جميع الجهات حتى كيتحمر. بعد ما كيتحمر كناخدوه يعني كنوضعوه في واحد مصفات يتقطر من الزيت الزائد. كنقدموا هذا البيض هذا مع سلطة خضراء او مع الخس فقط، او البصل والطماطم مع الزيتون مع الاجبان، يعني طرق كثيرة لتقديم هذه الوصفة. هذه كتعتبر هذه الوصفة مثالية وممتازة كوصفة ديال العشاء او لا خرجات او لا بالنسبة للاطفال، يعني مشهية، وصفة مشهية فاتحة للشهية. كنتمنى ان الفكرة تعجبكم وانكم تجربوا هذه الوصفة. هذه شكرا لكم، شكرا على متابعتكم.